صافي ضحكت هكا صاحبي، كنت خير الدريات هنا. اسي اغافيا في عمر 22 عام، تنقرا لوجيستيك وترونسبور انترناسيونال، تيك توكر، واليوم جيت مع بابا باش نتعرفوا على بعضياتنا اكثر. السؤال كالتالي، شي حاجه خايبه درتها انا وانت ما نسيتيهاش؟ لا الحمد لله، ما عمرك ما درتي شي حاجه خايبه. والو والو، واخا تا بالضحك. لا والو، اشوفك. لا حتى شي حاجه ما درتيها. اي اي اي، واش كتحسي بلي ما كنحترمش الحريه ديالك؟ هو التدخلات راه شي حاجه نورمال، حيت انت كتبقى بابا وخاصني نحترمك اوبليغاتوار على راسي وعيني، ولكن الحمد لله انا معاك دابا بخير. اليس كتخليني ندير اللي بغيت وقت ما بغيت، ما كنلقاش معاك زعما هذا المشكل، وانا عارفك تحترمني وتحترم الحريه ديالي كيف ما انا. وثيق فيك. انت كاينش الناس تقلب رايك، تختيش فيها تجيبها في راسك. واش كتقلق فاش كيقولوا لك خاصك تحكم فيا انت اكثر؟ تقولي ما تلبسيش ما ديريش. لا الحمد لله، ما انا ثيق فيك. اي حاجه تتلبسيها في مستوى وثيق فيك الحمد لله. بلا زعما بلا لبس، بلا لبس اون جينيرال. لا بلا لبس ثيق فيك، واخا تخرجي كاع وتنعرفك فين غاده فين جايه في كلشي. لا عمرتي صاحبك قال لك شي كلمه عليا؟ لا لا صاحبي، ما خليت انا يهضر لك عليا ولا يهضر على العائله ولا. اي لاف يو. لا بنتي ثيق فيها، وانا اللي زعمتها في الاول على التيك توك. اوه الله يرضي عليها. شنو الحاجه اللي فيا وبغيتها تكون في راجلك في المستقبل؟ هو يكون حنين بحالك ويكون متفهم، حيت التفاهم هو كلشي، لما كانش التفاهم ما كاين والو. يحاول يسمع، ما يكونش عصبي. صراحه ما بغيتش يكون عصبي، صافي. المهم يكون حنين بحالك ومتفهم، اهم حاجه يثق فيا. الحمد لله. شنو الحاجه اللي عشتيها مع والديك وما بغيتيش تعاودها معايا؟ في مات والدينا كان شويه ديال الضغط وشويه ديال الفقر، بغيتك تحملي المسؤوليه بحال اللي تحملت انا في صغري. انت تحملتي المسؤوليه صح؟ في صغري تحملتها بزاف. واخا نكون قاده. لا ما بغيتكش. شنو اكبر المخاوف ديالك؟ هي شي نهار نفيقوا من الكعكوت. امتى اخر مره بكيتي فيها وعلاش؟ بكيتي انت؟ صراحه فاش بكيت. بكيت. وفات لي الوالده مسكينه الله يرحمها. مات جداتي مسكينه. من تمشيو لك الوالدين صافي. شنو احسن ذكرى ليك معايا؟ صراحه الصغر، واهم حاجه ان بابا كان كيشري لي المايو الله يخليكم. انا عاقله كنت ديتيني لدرب السلطه. وشريتي لي مايو ازرق وبقى مول الحانوت كيدير فيك ها، وكنتي قلتي لي علاش كضحك؟ والله ما نشري لا انا ولا مني تكبر. إيه زعما يضحك على شي واحد ويقول لا انا نشري لك داكشي اللي ما ديرينوش لك والديك. هذه صراحه عمرني غنساها، واخا نكبر نقولها لوليداتي ان شاء الله. اهم حاجه هي الوليدات خصو يكونوا قرب من الوالدين، بحال يكونوا مصاحبين معهم. شنو الحاجه اللي ندمتي حيت ما درتيهاش فاش كنتي في لاج ديالي، فاش كنتي قدي؟ الحاجه اللي ندمت عليها الصراحه، ما قريتش، ما كملتش قرايتي. دابا كنرجع بك الوقت قرا بالليل وبالنهار. كي كنجيك انا في القرايه وداك الشيء؟ والحمد لله انت صابه، غاده مزيان الصراحه، غاده مزيان الله يعاونك. كتبغيني؟ ضروري ندور معاك. تنخرجوا. We love this. We love this. We love this.